أهلا عرب ذا نيوروساينس، مكملين النهاردة الكمبيوتيشنال نيوروساينس كورس، وأنا سارة حسني وهكمل معاكم اللينير ألجبرا. هنتكلم على الأيجن فاليوز أند الأيجن فاكتورز. طيب، احنا دلوقتي محتاجين ان احنا عشان نشرح الكونسبت ده هنحتاجه قدام كمان في حاجات مهمة جدا في الكورس، فاحنا بس هنحط البيسكس بتاعت الكونسبت، ومحتاجين ان احنا نبني على حاجات اوريدي اتكلمنا فيها في خلال الكورس في الجزء بتاع لينير الجبرا. احنا نعرف ايه دلوقتي؟ احنا خلاص بنستخدم اللينير الجبرا كتول، تمام؟ التول دي بتديني الفيكتور والماتريكس كطريقه ان انا اعمل بيهم موديلنج، تمام، لحاجات معينه، زي مثلا المثال بتاعنا اللي كنا ممكن نكون شغالين بيه هنا، ان انا عندي تو retinal neurons R1 و R2، كل واحده منهم ممكن يكون عندها اكتيفيشن، وازاي ان انا ممكن يكون عندي LGN neurons هما connected بالretinal neurons دول، وعن طريق ان انا بعمل modeling وافترض انه في weights معينه للsynaptic connections ما بين النيورنز دول، ان انا اقدر اوصل للاكتيفيشن بتاعت LGN neurons بفرضيه اكتيفيشن معينه للretinal. فده موديل بسيط جدا، عبارة عن ان انا بفترض ان الجي 1 عبارة عن الويت بتاع الار 1 زائد الويت بتاع الار 2، وحاطين هنا نمبرز افتراضية just as a numerical example، تمام. واحنا بنستخدم linear algebra كتول عشان نعبر عن system of equations ده، وبالتالي ان احنا نعرف نحل. فبالتالي هنا عندي الويت ماتريكس، تمام، والفيكتور بتاع الريتينال نيورون اكتيفيشن والفيكتور بتاع الال جي ان نيورون اكتيفيشن. الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده. نيجي بقى علشان نفهم اكتر، دايما اللينير الجبرا مهم قوي ان احنا نبقى عندنا الجرافيكال انتويشن زي ما اتكلمنا قبل كده. فبنيجي نشوف انه مش بس الماتريكس فيكتور مالتيبليكيشن دي طريقه ان انا احل السيستم اوف ايكويشن، هي برضو طريقه ان انا افهم ازاي ان الماتريكس دي هي تعتبر لينير ترانسفورميشن. واللينير ترانسفورميشن دي هتتفهم عن طريق ان انا ابص هنا مثلا، لو انا عندي فيكتور بتاع الريتينال اكتيفيشن باي فاليوز، يعني مثلا هنا ده ممكن نقول ان هو 1 و1، فالفيكتور ده عن طريق ان انا بضربه في الماتريكس بتاعه الويتس كان بيحصل له ترانسفورميشن في السبيس، بيطلع لي فيكتور جديد. الترانسفورميشن دي بنشوفها في السبيس عن طريق روتيشن معينه، ان الفيكتور بيلف بيغير الاورينتيشن بتاعته، عن طريق ان هو برده غير انه بيغير اتجاهه بيغير التول بتاعه، so orientation change و scaling change. فهو هنا لو احنا عوضنا ب 1 1 على سبيل المثال زي في الفيكتور ده، ممكن ان احنا هنلاقي ان الفاليو اللي عندنا طالعة 4 و 2. ف 4 و 2 ده هو فيكتور جديد انا حصلت عليه عن طريق ان انا عملت الماتريكس فيكتور مالتيبليكيشن دي، او عملت application للlinear transformation اللي هي represented by this matrix. فده كونسبت مهم جدا في linear algebra، ان احنا نفهم ان الماتريكس بتانكود a linear transformation على الفيكتورز اللي عندي، تمام. فبرضو اتعلمنا ازاي ان احنا نفهم linear transformation في space، بان احنا بنبص على الفيكتورز دي، تمام، على انهم هم دول ال exactly where the basis the standard basis vectors بتوعي are gonna land. فاحنا عندنا هنا ادي ستاندرد بيسز فيكتور، فعن طريق ان انا ببص في الماتريكس دي بشوف هنا ده بيديني بيقول لي البيسز فيكتور الاولاني ستاندرد بيس هيلاند فين، فهنلاقي ان هو هيلاند 3 و0، تمام. طبعا ده احنا لو عوضنا هنا هيطلع لي 3 و0 على طول، بس احنا من غير تعويض لان دول الستاندرد بيسز فيكتور، بنبص على الفيكتورز دي بنعرف على طول انه هنا ده اول فيكتور هيبقى E1 standard basis vector هيبقى 3 و0، وال E2 اللي هو 0 و1 هيبقى 1 و2. فزي ما احنا شايفين الفيكتور ده حصل له ترانسفورميشن عن طريق ال W، وبرده الفيكتور ده حصل له ترانسفورميشن. لكن لو جينا بصينا في طبيعه الترانسفورميشن هنلاقي ان هنا البيسز فيكتور ده كل اللي حصل له ان هو حصل له سكيلينج،
تمام. فبدل ما هو بقى 1 و0، الفيكتور it kept its own orientation، فضل زي ما هو، ما غيرش الدايركشن بتاعه، ولكنه بقى scaled بفاكتور اللي هو هنا 3. تمام. فبنعتبر انه الفيكتورز دي اللي لما بيتطبق عليها الترانسفورميشن بتكيب their own orientation، ما بيغيروش السبان بتاعهم، بيفضلوا في نفس الاتجاه، ولكن كل الايفكت ان هم يحصل لهم سكيلينج، سواء بقى ببوزيتيف فاكتور بيكبروا، سواء ان هم بيصغروا لو انا عندي السكيلينج ده اقل من واحد، سواء ان هم بيغيروا اتجاههم، بيحصل لهم فليبنج الناحيه الثانيه لو انا عندي دبل نيجاتيف، لكن هم اللي بيحصل ان هم بيفضلوا في نفس الاتجاه. فبنقول هم ده تعريف الايجن فيكتورز اوف ماتريكس. اي ماتريكس او اي ترانسفورميشن ليها مجموعه فيكتورز سبيشال، الفيكتورز دول لو انا بطبق عليهم الترانسفورميشن كل التأثير اللي بيحصل ان هما بس بيبقوا scaled، ما بيحصل لهمش اي تغير في الاورينتيشن. فلو نيجي نشوف مثلا كمثال تاني بالنسبه للترانسفورميشن دي، لو جينا بصينا على الفيكتور ده هو minus 1 و 1 وعوضنا في السيستم بتاعنا، هنلاقي ان الاوتبوت هيطلع minus 2 و 2. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هو نفس الفيكتور بس حصل له سكيلينج بفاكتور اوف 2، فده برضو نقدر نقول عليه ان هو ايجن فاكتور. اي فاكتور بيحتفظ بالاتجاه بتاعه، تمام، بيفضل في نفس السبان بتاعه، ما بيغيرش، ما بيطلعش من السبان بتاعه، ما بيلفش عن السبان بتاعه، ده بنقول عليه ايجن فاكتور. والتأثير الترانسفورميشن بتاعتنا على الايجن فاكتور ده بيبقى هو عبارة عن just a scaling effect. تمام. وفي الحالة دي وبيست على الديفينيشن دي بنلاقي انه اذا كل ايجن فيكتور خاص بترانسفورميشن معينة لازم بيبقى معاه حاجة اسمها الايجن فاليو، واللي هي ببساطة السكيلينج effect بتاع الترانسفورميشن. فلو جينا عبرنا عن الكلام ده في شكل فورمولا عشان نعمل فورمولايزيشن للكونسبت، هنلاقي الفورمولا في منتهى السهولة. اي ترانسفورميشن، تمام، لو ضربتها في فيكتور والفيكتور ده الاوتبوت بتاعه طلع نفس بالظبط الفيكتور ولكن مضروب في سكيلر، يبقى الفيكتور ده اي فيكتور بيحقق المعادله دي يعتبر هو ايجن فيكتور، والسكيلينج ايفكت اللي هو حل محل الترانسفورميشن خلاص ما بقاش عندي هنا ترانسفورميشن، بقى عندي جاست سكيلينج ايفكت، بنسمي ده الايجن فيكتور. وطبعا ماثيماتيكلي الايكويشن دي ممكن تتحل، ان انا بجيب الطرف اليمين على الشمال الناحيه الشمال وباخد ال v common factor، حسابيا حلها موجود في اللينير الجبرا، بس احنا بنحلها most probably بنستخدم كود عشان ان احنا نحلها، وده هتلاقوها في الفانكشن اللي هي في NP linear algebra ايج، ان احنا نقدر نحسب الايجن فاليوز والايجن فاكتورز بتاعتها. بس الكونسبت بمنتهى البساطه، اهميه الكونسبت ده انه بالنسبه للفيكتورز دي حصل سمبليفيكيشن للترانسفورميشن. ترانسفورميشن ما بقتش ماتريكس، الترانسفورميشن بقت مجرد سكيلر ايفكت. ده بيسهل لي حاجات كتير قوي. اول حاجه ممكن ان هو يسهلها لي ان انا افهم الترانسفورميشن اكتر. بدلاله الايجن فيكتورز انا اقدر افهم الترانسفورميشن اكتر. ازاي الكلام ده؟ انا علشان افهم الترانسفورميشن عامه بعمل ايه؟ ببص على الماتريكس بتاعتي زي ما اتفقنا، وبنشوف الفيكتورز دي، ومن عن طريق ان احنا نبص على الفيكتورز دي زي ما شرحنا قبل كده بنعرف البيسز فيكتور بيلاندوا فين. تمام. فانا لما ببص كده بفهم الترانسفورميشن في السبيس حصل ايه، ده حصل له ستريتشنج، ده حصل له روتيشن بشكل معين. فكده فهمت ان ايه الترانسفورميشن دي بتعمل ايه في السبيس. تمام. في طريقه تانية عن طريق الايجن فيكتورز اقدر ان انا افهم برضو ايه اللي حصل في السبيس، بس بشكل ملوش علاقه قوي بالبيزك كوردينتس بتاعتي بشكل مطلق. فهنا مثلا لو جينا بصينا على التو فيكتورز دول هنلاقي انه دول اهم ايجن فيكتورز. بعد الترانسفورميشن ايه اللي حصل؟ الاي فضل زي ما هو، والبي زي ما تقولوا لف، حصل له ايه؟ لف 180 درجه، حصل له فليبنج بالنسبه للاي. فان انا اشوف
الترانسفورميشن كده اقدر كاني افهم انه الترانسفورميشن دي بتعمل فليبنج بالنسبه للفيكتور ده، لان الفيكتور ده ما تغيرش الاورينتيشن بتاعه. فبالنسبه لي سهل قوي اعرف ايه اللي بيحصل في السبيس، زي بالظبط لما نيجي نتخيل انه في ترانسفورميشن روتيشن. بيبقى مهم قوي لما اجي اتخيل الروتيشن ان انا اتخيل الاكسس بتاع الروتيشن، ساعتها هفهم الروتيشن دي بتلف ازاي في اي اتجاه. نفس الحكايه حصل هنا، ده الايجن فيكتور ما غيرش ايه اتجاهه، ما حصلوش تغير، فقدرت بالنسبه له بالنسبه with reference لاتجاهاته اعرف ايه اللي هيحصل لبقيه الفيكتورز انها هتلف بالنسبه له. فده بيخليني افهم الترانسفورميشن في السبيس اكتر بدون الاعتماد على اي كوردينيت سيستم، بس بالنسبه للايجن فيكتور. فدي نقطه وهتوضح برضو اكتر في خلال الاكسرسايز اللي هنعمله بعد اللسن ده. تمام. الايجن برضو values وvectors مهمين جدا في concepts كتير، من ضمنها الايجن decomposition. والايجن decomposition ده هيظهر معانا بعد كده في ال dimension reduction وفي ال PCA، فمهم قوي ان احنا نبقى فاهمين الحاجات دي ازاي، ان احنا عن طريق الايجن vectors لو قدرنا لترانسفورميشن معينه ان احنا نغير البيسس، تمام، من الستاندرد بيسس للايجن vectors، ده بيفرق معايا قوي وبيعمل لي سمبليفيكيشن للترانسفورميشن. شكل الترانسفورميشن بيتغير خالص لما باجي بعبر عنها بدلاله الايجن فيكتورز، لو انا عرفت ان انا اعمل منهم بيسس للترانسفورميشن بتاعتنا، وده في الحاله دي بنسميه الايجن بيسس. ساعتها شكل الترانسفورميشن بيتغير، بتبقى دياجونال ماتريكس وبيبقى الاليمنتس بتاعتها هي الايجن فاليوز، وساعتها كل الكمبيوتيشنز بتاعتنا باستخدام الدبليو هتبقى في منتهى السهوله، لان التعامل مع الماتريسز اللي هي الدياجونال بيبقى اسهل بكتير قوي من حسابيا، تمام، من الماتريكس العادي. وده هنخش فيه في تفاصيل اكتر لما نيجي نشرح البي سي. تمام. دلوقتي احنا ده دورنا ان احنا هنشوف الاكسرسايز، وده هيفهمنا اكتر ازاي ان احنا نقدر نفهم الترانسفورميشن في السبيس بدلاله الايجن فيكتورز بتاعتي. Thank you.